نهار ابيض يا نهار ابيض زلزال. ايه ثانية واحدة ثانية ماشي 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 ثانية واحدة ماشي. صباح الفل عليكم، بداية فيديو جديد. باختصار بسيط، المفروض ان دلوقتي حالا احنا لقينا الحل الاخير اللي هيخلصنا من سفاح التجمع، الحل الوحيد اللي هينهي كل المشاكل بتاعتنا وهيخلينا نرجع ننبسط ونرجع نفرح زي ما انا مفرحان دلوقتي. قبل ما تتفرج على الفيديو وقبل ما اقول لكم ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، انزل دلوقتي حالا نعمل لايك على الفيديو دوت عشان عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد لايكات، واشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديو جديده اول باول. ولو انت مش حابب تشترك هتيجي قدام في المستقبل هتقول يا ريتني كنت اشتركت، يا ريتني كنت عملت لايك، يا ريتني كنت تابعت الفيديوهات ديت، يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني. فعشان كده انا جاي لك من المستقبل وبقول لك اشترك دلوقتي حالا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان تتابع كل الاحداث الجديده اول باول. طيب يا جدعان، والحل دوت اللي جابه الشيخ النصاب. انا الشيخ النصاب قال ان هو هيحضر سفاح البشر. حضنته فعلا فعلا، سفاح البشر مات، وده اللي انا معتقد بيه وده اللي احنا كلنا عارفينه وده اصلا اللي بيحصل. لكن الشيخ النصاب عنده كلام غير ده. امبارح بعت رساله لسفاح البشر وهسيبكم هو برضو يحكي لكم ايه اللي حصل بالتفاصيل. المهم انكم تركزوا مع الشيخ النصاب كويس قوي. طب يا جدعان، سفاح البطل ما بيبط، مستحيل يموت عشان تبقوا فاهمين يا طانا. ماشي مستحيل. ماشي، بعت له تاني امبارح قلت له يا سفاح البطل احنا في متنا عايدك. قال لي عينيا تخن الطاب، لقيته ده. قال له اعلم هو فين الوقت طه. يعني هو جه ولا لسه؟ هو ده قدامه قد ايه؟ ما انت موت. يعني هو فين دلوقتي؟ هو تحت. تحت فين؟ بتبط يا عم. تحت فين يا عم؟ تحت فين يا عم؟ صور كده. اهو اهو. ولا 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 سفاح البشر فعلا، اهو سفاح البشر فعلا عايش كده. كلام الشيخ النصاب صح، كده كلام الشيخ النصاب صح. الحمد لله. ندهله طيب ولا ايه؟ ايه ندهله؟ طلعت من اي حاجه ندهله. تمام. اول ما هاتي تطفني بطلع لك تتندلني. قلت له خلاص مات وطلع. قول له اطلع، قول له اطلع. اطلع اطلع يا سفاح قلبي. اطلع يلا مستنينا. المدخل من هنا، المدخل من هنا. هو عارف. طب يا جدعان، طب يا جدعان، دلوقتي زي ما انتم ما شفتوا محدش يخبط حاجه برجله. دلوقتي زي ما انتم ما شفتوا سفاح البشر جه، وانا الله اعلم هل هو عايش ولا ده الجن ولا الشبح بتاعه. المهم دلوقتي حال المفروض ان احنا ننزل له تحت عشان نقابله ونفهمه ايه اللي هيحصل بالظبط، عشان خاطر ما يجيش يضربنا ولا يتخانق معانا، لان في المره اللي فاتت احنا كان في بيننا وبينه مشكله. يلا يا شيخ. انزل يا شيخ يلا. ماشي براحتك يا شيخ، براحتك يا شيخ. على مهلك على مهلك. العظمه كبرت، العظمه كبرت. ماشي على مهلك. 44 سنه. على مهلك يا شيخ، على مهلك. انزل على مهلك، خلي بالك لا تقع. انزل انت بقى. زلزال. انزل انا. انزل انا. انزل انت. عايز التليفون. يلا انزل. امسك. انا سامع صوت داعي على السلم، اجيبه. سامع صوت. اهلا وسهلا سفاح، نورت المكان. اهلا. تعال تعال. دخلنا انا جوه، ده بيقول ارحم وجبان. تعالى يا جدعان، تعالى استقبلوا السفاح، تعالى استقبل السفاح. ايه ده يا كابتن؟ ايه كابتن؟ ولا فتله بتاع على طول بيتكب تاني؟ هقول لك. طبعا انتوا مش عارفين ليه نقفل الباب علشان مفيش دخل يوصل لكم. ايه رأيكم؟ انتم فاكرين من السفاح حيين؟ لا يا رحمك انت وهو. السفاح عمره ما بيموت، وانت حسابك بحدي. ايه ده بنت السفاح؟ السفاح قوم يا رحمك. احنا مش جايين نتخانق، هما جايين نعمل اللي حصل حصل وعدى. نعم. ما تمدش ايدك تاني، احنا دلوقتي احنا واقعين في مشكله. اه هتساعدنا ولا لا؟
دايما ما بتجيبنيش الا في المشاكل. سفاح التجمع مش سيادنا في حالنا. انت بتاع مشاكل. انت هتقتل ولا هتقتل انت؟ يا عم اقعد بقى ما تقولش الكلام ده بقى. طب وانت شايف الشاي ايه؟ بقى اقعد ليا اللي حمك. هو انت قاعد تاكل؟ لا يا عم خلي قطانة تشيل، ربنا يبارك فيك. بس يا شيخ بس بطل عبط، بطل عبط. دلوقتي احنا واقعين في مشكلة مع واحد اسمه سفاح التجمع. ايه؟ سفاح التجمع؟ تلمك على الأشكال الوسخة دي. الشيخ يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا دخل الطب. كلم بقى. متعرف؟ أنا عارف إن الحاجات دي ما تطلعش إلا منك. خلاص أنت إيه اللي خلاك توديهم لي؟ متعرف؟ إيه اللي خلاك تعرفهم عليك؟ متعرف؟ أنا مش عارف أعمل في أمك إيه؟ جدعان بس يا جدعان دلوقتي احنا بس مش عايزين نعمل صوت عشان الساعة 6 الصبح. المهم اللي احنا عايزين نخلص من المشكلة دي. المفروض ان سفاح التجمع موجود بس احنا ما نعرفش هو فين ومعانا سفاح البشرة. بص يا سفاح انت حطيتنا في مشكلة كبيرة. حقك عليا يا عم، احنا نقف جنب بعض. انا معاك واحمد سنة وهنجيب لك اي حاجة تطلبه. لا يا عم انا هديم حالتي. انت بالاول برضه عيلتك اللي ما بتعملش حاجه دي اللي ما عندكش عيله اصلا. انت ليك عيله؟ انا عيلتك فين؟ عيلتك فين؟ ايه عيلتك فين؟ التاني التاني افتكر عيله امك فين؟ ولما هي عيلتك موجوده من الاول طب ليه التاني؟ ما تقعدش تقول عيلتي عشان انت مالكش عيله يا عبيط. ما تحطش نفسك بحوره، خلاص انت مالكش عيله ولا ليك حد. وبعدين جايبيننا في حته خرابه. جايبيننا في حته خرابه. طب دلوقتي صلى على النبي. اوعى. طب صلى على النبي. اوعى يا سنه صلى على النبي. انا ادعو لك صلاه بس. دلوقتي المفروض ان احنا عايزين ننزل كلنا زي ما احنا. ابعد عني شويه، ريحتك وحشه. انا اللي ريحتي وحشه؟ ابعد. ده انت اللي ريحتك وحشه. يا عم انت بقول لك ابعد عنهم اهو. أول مرة أسمعها في حياتي الكلمة دي. معلش شمنا ريحتك وأنت تهرب. طب أقسم بالله يا جدعان أنا ريحتي حلوة، ده هو اللي ريحته وحشة. أنا مش عارف بظهر إيدي. إحنا هنسيب بقى الموضوع ونمسك في الريحة يا سفاح. إحنا هنسيب الموضوع ونمسك في الريحة. إحنا عايزين نحل المشكلة دي، هتعرف تحلها لنا ولا لأ؟ يا عم ده اللي جايب لك ده أهم واحد في البلد. يعني إيه؟ سفاح البلد. قلت عملت معايا بقى ناقص. تعبت. بس انا عشان اصير وبقتل بالاصول انا هساعدك يا مفتي. الحمد لله الحمد لله. بس الشر الشرط ده عليكم كله فرد فرد. نفل نفل. اقعد ساكت اقعد ساكت عشان انت بامك انت سبب المسار. لا 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 وقتك البطل. وقتك وقتك خلاص يا سفاح اتكلم في المفيد. لو حركة منكم دقت نقص حصلت معايا هزعل. انا مش هموت صح ولا لا يا شيخ؟ انت ما بتموت. حلو، يبقى هتعملوا دقة نقص انتوا اللي هتزعلوا. ماشي احنا موافقين احنا موافقين. ايه المطلوب مني؟ مطلوب منك ان احنا دلوقتي كلنا هننزل ندور على سفاح التجمع، واول ما نلاقيه هنخش عليه كلنا بقلب واحد. احنا ما بنتدورش. نخش نقتل. ايه يا جابر؟ احنا ما بنتدورش. ده عارف مكانه، حتى لو راح فين هيعرف مكانه. انت عارف مكانه؟ ده ابن كلب. انا مش عارف انتوا ازاي اتكلمتوا عليه. هو الشيخ والله هو ما يعرفش ان انتوا تبعي. ما يعرفش حاجه. هو الشيخ اللي قال لي نتعرف. طب يا جدعان دلوقتي المفروض اللي احنا هنعمله ده. انت غالي بيا وانا عايزك ولا خد البطار. انت السبب. انت السبب. بس يا جدعان احنا هنخلص الليله هنا وهنبدا ننزل تحت. يعني هنخلص الليله عشان شكل الليله هنا هتطول شويه. هنبدا ننزل تحت ندور على سفاح التجمع، واول ما نلاقيه هنبدا بقى. عينك ما تشوف الا النور بقى. عينك ما تشوف الا النور بقى. اقفل الكاميرا. طب يا جدعان المفروض دلوقتي حل. احنا نزلنا الشارع هنبدا ندور على سفاح التجمع. المفروض ان سفاح البشر والشيخ النصاب عارفين مكان سفاح التجمع. هنبدا نمشي وراهم لحد ما نروح، وربنا يستر على اللي يحصل. انا عارف ومتاكد ان اول ما يحصل المعركه عينك ما هتشوف الا النور.
يلا بينا. قبل ما نبدا نتحرك اعمل لايك على الفيديو دوت واشترك في القناه مش مشترك، وفعل زر التنبيهات عشان اول ما ننزل فيديو جديد يوصلك الاشعار على طول. يلا بينا. نفضل ماشيين كده كتير يا اسطى؟ تعال وبعد التعب تعال عادي تتكلم. كلنا ساكتين اهو يا شيخ، شوف اللي يجي من وراك غير النصايب. يا سفاح يا سفاح، احنا نفضل ماشيين كده وخلاص؟ اسكت وتعالى. انا ساكت اهو، ما انا مش شايف في حد قدامنا خالص يا مكار. المفروض يبقى هنا، المفروض يبقى هنا، المفروض ده عند المكواجه. يا سفاح انت باين عليك مش هيطلع منك منفعه، انت باين عليك مش هيطلع منك منفعه يا سفاح. اتفضل بقى يا عم، مالكش دعوه بقى بالموضوع. هسيبكم وارجع، هسيبكم خلاص يا جدعان. هو سيبه، هو اللي يتصرف، هو اللي يتصرف، احنا ما حدش فينا هيتكلم لحد ما هو يتصرف ويلاقي الحل. احنا ماشيين مع سفاح البشر، مع الجامد، مع القائد، وربنا يستر علينا. صور السفاح. يعني ايه ممكن يكون في المنيه؟ الله يرحمنا. استنى اهو سفاح التجمع ظهر. سفاح التجمع ظهر. بقول لك ايه يا رجاله، تعالى كده يا شيخ، تعالى سن. سفاح التجمع هناك اهو يا جدعان، سفاح التجمع هناك اهو. المفروض ان احنا الاربعه، احنا الاربعه نبدا نهجم عليه ونبدا نكسر رقبته. لا ايه ده، دي بتاعتنا، خليك بدل ما تتضربوا. انت هتخش عليه؟ امال جبتوني ليه؟ انت هتخش تقف تخلص معاه؟ مالكش دعوه بيه. ماشي، احنا احسن لينا، هنفضل احنا هنا وانت خش خلص معاه. بس لو اتضربت تخش بسرعه. ماشي، احنا هنراقبك من بعيد، هنقعد على الرمله ونراقبك. يلا ماشي. صور بقى يا جدعان اهو، واد سفاح التجمع، واد سفاح البشر. يعني دلوقتي المفروض اللي احنا مراقبين سفاح التجمع وسفاح البشر، وكلنا هنوطي على الرملة وهنشوف ايه اللي هيحصل بينهم دلوقتي. كل حاجة هتتصور، اول معركة ما بين سفاح التجمع وسفاح البشر. اهلا يا رحمة، هو انت ما تعرفش ان الناس تتابعك؟ ها ما تعرفش ان هم تبعي؟ كله ينزل على الارض يا جدعان، كله ينزل على الارض. ودول تبعي يعني ايه؟ انا دخلت السجن عشان انت ما تفهمش حاجه، انا القانون كله، وانت اتحبست 10 انا اتحبست تعبيد. حتى لو 100 سنة ما تفهمش حاجة، طالما في ناس تبع مجرم يبقى سيبهم مش تاخدهم. ها
يلا انا كنت مستني ربنا يسترها يا جدعان، ربنا يسترها يا جدعان، الله يحفظ، ربنا يسترها يا جدعان، الله يحفظ سفاح التجمع وسفاح البشر، ربنا يسترها. يا رجاله ايه يا اسطى، محدش يتحرك ولا حد يعمل حاجه زي ما يا شيخ. وطي يا شيخ بدل ما يشوفك يا عري يا ابن العار، وطي. شكل سفاح البشر هيني على الكلام. ربنا يسترها. بصكم الكلام حد فيه ولا كانه. بص يا جدعان الناس بتعدي، الناس خايفه تيجي، اقسم بالله هم اصلا شكلهم يخوف. سفاح البشر وسفاح التجمع شكلهم يخوف، الاثنين ارعب من بعض، والاثنين اصلا بيموتوا بعض، الاثنين بيموتوا بعض حرفيا. يا جدعان ادعوا لسفاح البشر اللي هو يخلص الموضوع ده. ربنا ينصفك يا سفاح، ربنا يقويك يا سفاح، يا رب السفاح ينتقم منه، يا رب السفاح ينتقم منه، يا رب يا رب سفاح البشر، يا رب. يلا يا جدعان، يا جدعان قولوا يا رب، قولوا يا رب، قول يا رب، قول يا رب يا شيخ، يا رب 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 يطلع له دم يا رب يطلع له دم. انت بتقول ايه يا شيخ؟ بقول لك يا رب. بتقول ايه تاني؟ التفاح. بتقول ايه تاني؟ بقول لك يا رب يا اول التفاح يا شيخ. يا رب يا رب يطلع له دم يا شيخ. نام على بطنك يا شيخ، هيشوفونا يا شيخ. نام على بطنك يا شيخ، يا نهار اب، نام على بطنك يا شيخ. يا جدعان احنا يا عم عادي يا عم، المشكلة المهم ان محدش يشوف. يا خرابي ضربوا سفاح البشر اللي ضرب ولا هو اللي ضرب؟ يا رب سفاح البشر يا جدعان ممكن ما يعرفش يجي مع سفاح التجمع. سفاح البشر يا جدعان ممكن ما يعرفش يجي مع سفاح التجمع. يا جدعان احنا عايزين نتدخل يا جدعان، وجودنا كده ما ينفعش. هو قال لك انت دخلت ولا ما تدخلش؟ احنا طبلناه يبقى يبقى. يلا يا جدعان يا رب 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 يا رب. ادي له سفاح، يلا قلب البيكيتو. ادي له سفاح. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا رب بيدي له فتيته. يا رب يا جدعان، يا رب يا جدعان الموضوع ده يتم على خير يا رب. انا شايف حاجة تانية، انا شايف ان سفاح البشر بيتضرب.
ايه في سفاح البشر بيجري سفاح البشر بيجري يا رب ما يشوفنا لو شفنا هيتقمشنا لما نجح كمان سفاح البشر بيجري سفاح البشر بيجري وسفاح التجمع بيجري وراه سفاح البشر بيجري وسفاح التجمع بيجري وراه يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جدعان يا نهار ابيض يلا نخرج اجري 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 يا شيخ اجري يا شيخ اجري يا شيخ